أما هلأ وصلنا لمحطتنا الختامية نور، ورح نحكي فيها عن انطلاق طبعا ملتقى بوابة العمل جوب جيت برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واللي بتقيمه مؤسسة إدارة الموارد البشرية. رح نتعرف أكثر على تفاصيل الملتقى والهدف منه مع ضيوفنا ضمن الاستوديو، المهندس إبراهيم سلمان من فريق تنظيم ملتقى بوابة العمل، والمهندس حسام عدرا مصمم الواقع الافتراضي للملتقى. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. بس قبل ما نبتدي حديثنا لليوم، خلونا نتابع معكم ومع المشاهدين أجواء الملتقى اللي كان مقيم بفندق الشيراتون. خلونا نتابع ونرجع نتابع حديثنا. بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتأمين فرص العمل لجيل الشباب المتمكن في مجالات عدة، وللوصول إلى أكبر عدد من الباحثين عن عمل، وتشبيك بين الخريجين الجدد وبين أصحاب العمل الراغبين بتأمين كوادر كفؤة ومؤهلة للعمل، انطلقت فعاليات بوابة العمل 2022 الذي تقيمه مؤسسة إدارة الموارد البشرية وبشراكة استراتيجية مع شركة سيرياتيل، وذلك في فندق الشيراتون بدمشق. هو تأمين فرص عمل للشباب اللي عم يدور على عمل، هو تشبيك بين المحتاج عمل وبين الشركة اللي بدها عمال. بيجي الشاب بنعلمه كيف يكتب الاستمارة، بيعبي استمارته بنبعثها للشركة صاحبة اللي بحاجة لعمال، بنشبك ما بين هالعامل وما بين هالشركة مشان نلاقي فرصة عمل للشاب اللي عم يدور على عمل. هذا الملتقى بيتميز بعدة مزايا ما صارت قبل هيك بسوريا، انه هو بنفس الوقت بالواقع وبالافتراضي، يعني هلا نفس الوقت اللي احنا عايشين فيه هلا وهنا حاليا، في ناس عم تقدم على فرص وظيفية على نفس الفرص الوظيفية ولكن عن طريق الانترنت من بيتها من غير محافظات. نحن دائما بيكون ملامين انه المعارض عم تقام ببعض المحافظات وما عم بتدور بكل المحافظات، ما عم ياخذوا فرصتهم. معنا كثير شركات فروعهم موجوده بعده محافظات، وهن هلا بنفس الوقت عم يقدموا على هي الفروع على الانترنت. نحن كشريك استراتيجي لجمعيه الموارد البشريه بيهمنا انه نساعد باي شيء بيدعم سوق العمل من ناحيه خلق فرص عمل بسوريا، وإيجاد الرابط ما بين الاحتياجات بسوق العمل مع الشركات. فهو ملتقى أساسي لجمع كل الشركات بسوريا وطرح الشواغر مع الطالبين لسوق العمل. الملتقى صراحة كتير مهم، يعني احنا بالفعل عم ندور على كفاءات مثل ما قلت لحضرتك، فهون مثل ما بيقولوا يعني هي فرصة كبيرة لصاحب العمل انه يلاقي شباب ونخب، وبالنسبة لكمان الشباب الباحث عن العمل هي فرصة كبيرة انه يلاقي الشركات اللي هو اللي عم يدور عليها. أهمية مشاركتنا بهالمعرض هي لتأمين فرص عمل للشباب بمختلف الاختصاصات والمجالات المطلوبة عندنا. الملتقى يسعى إلى تقديم مفهوم جديد لمعارض فرص العمل لتصبح أسلوب حياة أكثر منها ملتقيات ومعارض تجارية، تهدف إلى نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص، وزيادة الوعي بأهميتها كشريك استراتيجي لمؤسسة الأعمال في سوريا. مثل ما تابعنا نور ومع ضيوفنا أيضا افتتاح الملتقى، وهو ملتقى مهم كتير، ودائما نحن بنحكي عن هذا النوع من الملتقيات اللي بيوفر فرص، ورح نبلش مع إبراهيم ونحكي أكثر عن أجواء الملتقى والتحضيرات اللي أكيد أخذت وقت طويل، وقديش تقريبا العدد اللي شمل بين مشاركين وبين شركات. تمام، يعطيكم ألف عافية. بداية حابب نوه أنه ملتقى بوابة العمل الجوب جيت هو امتداد لمنصة تدريب وتوظيف مجانية بتحمل نفس الاسم، طبعا هي مشروع من مشاريع مؤسسة إدارة الموارد البشرية، فلهيك هي كانت الأقدر لتنظيم هذا الملتقى، طبعا كونه بأيدي المتطوعين أولا، وشغلة ثانية أنه هي بتجمع مدراء الموارد البشرية وأي حدا مهتم بمجال الـ HR بمختلف الشركات، فهي كانت الأقدر على تحديد احتياجات هي الشركات لحتى تصيغها بشكل يردم الفجوة بين الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل. هلأ كأجواء تحضيرية كانت كتير حلوة ومميزة، طبعا أجواء شبابية كانت، ساهمنا كلنا، كل حدا عنده خبرة مهارة، مثلا أنا مهندس فوظفت خبرتي الهندسية بتصميم الكروكي الخاص مثلا بالمسقط لحتى أقدر أحدد تماما حسب المكان يلي موجود عنا قديش القدرة الاستيعابية للشركات. طبعا كان في مشاركة واسعة من الشركات سواء واقعيا أو افتراضيا مثل ما زميلي المهندس رح يحكي. طبعا كان أكثر من 50 شركة مشاركة بالملتقى الواقعي،
وتقريبا كان عدد الاشخاص يلي زاروا الملتقى طبعا لحديت امبارح ما يتجاوز الألف شخص. فيعني هذا هيك بيحمسنا اكثر اكيد وبيسعدنا. شفنا تفاعل كثير كبير، كان في حضور كبير بالملتقى. خلينا نحكي معك استاذ حسام على نقطه كثير مهمه، انت المصمم اساسا للواقع الافتراضي للملتقى، اهميه وجود هيدا الملتقى بالواقع الافتراضي، لانه نحن بنعرف يعني مش كل الناس فيها تروح على الملتقى، ظروف صعبه، المواصلات اقتصاديا، وجود على يعني على الواقع الافتراضي يمكن اختصر كثير من الوقت وكثير من المسافات واعطى شويه امل وأثار إيجابية على كثير من الشباب كان حابب يكون موجود معكم بالملتقى. صحيح، يعطيكم العافية. بالبداية وجود المعرض أو الملتقى بهذا الشكل على الافتراضي هو بدنا نساهم فيه الأشخاص الموجودين خارج مكان دمشق أو خارج تواضع مكان الملتقى، بدنا نساعد بأنه أشخاص أنهم فعليا بحاجة فرص عمل، شركات كمان موجودة حتى خارج دمشق أنها هي تقدر تكون كمان متمثلة تأخذ الكادر اللي هي عم تبحث عنه، نعرض فرص العمل اللي موجودة بأكبر قدر ممكن، حتى في أشخاص كانت ممكن عندها فرص عمل هي ما بتتطلب تواجد على أرض الواقع، فنحن كانت متاحة سواء كانت بسوريا أو خارج، يعني ممكن نتواصل مع أشخاص من برا تقدر تساعد بهذا النتيجة. والحمد لله كان في يعني الإقبال حتى على البوابة الافتراضية، كمان كان في إقبال ملفت. صحيح. واليوم نحن يعني اليوم هو إتمام عملية النقل الافتراضي، فكمان رح بيكون في إن شاء الله إنجاز أكبر إن شاء الله. مين أكثر، الواقع الافتراضي ولا على الواقع كان الحضور؟ لا أكيد ما فينا نلغي المادي، أكيد هو أكبر. أكيد. طيب إبراهيم، يعني حضرتك كنت كمان باحث عن فرصة عمل بمرحلة من المراحل، وفرت لك إياها إدارة الموارد البشرية، واليوم فينا نقول أنت 2-1 هلا اشتغلت ضمن اختصاصك بتنظيم أو الرسم بما أنك مهندس، وبنفس الوقت أنت منظم للمعرض. نحكي عن هي التجربة، وإذا فيك خلينا نقول نعمل إسقاط على الشباب الجديد اللي هلا عم يتوجه. تمام. هلا صراحة مثل ما حكيت لحضرتك كانت تجربة كتير حلوة، لأنه هي كانت بأيدي متطوعين من التنظيم من A to Z، فهذا الشيء كتير ساعد، لأنه نحن باعتبارنا شباب فنحن بنعرف شو متطلبات الشباب، أنه شو احتياجاتهم، بنعرف مثلا الأمور اللي ممكن يواجهوا فيها مشاكل مثلا كتابة السيرة الذاتية، لهيك نحن لجأنا لمساعدتهم بهي الموضوع. شغلة تانية كمان، نحن على علم بما أنه كنا باحثين عن عمل سابقا طبعا وما زلنا ببعض الأحيان يعني بعض المتطوعين، فبنعرف بعض المهارات لازم تتوافر، وهذا الشيء يلي عمدنا انه يكون متوافر كمان، اللي هو مجموعه من المحاضرات والورشات التدريبيه يلي بتدعم من المهارات لحتى يكون هذا الشخص مستعد وجاهز لسوق العمل من اوسع ابوابه. طيب استاذ حسام، خلينا نحكي عن اليه الوصول والمتابعه لكل فعاليات الملتقى لاي حدا عم يتابعنا، خلينا نحكي كيف ممكن يتابع فعاليات الملتقى عبر الواقع الافتراضي ليقدر فعليا يكون شريك كمان مثله مثل اي شاب حاب ينضم لهيدا الملتقى. تمام. نحن بالنسبه لنا المستضيفين الملتقى على سيرفر خاص ليأهل هي عمليتكم المستخدمه، حاليا رح بيكون هو متاح عبر رابط موقع، فينا نحن ندخل على هذا الرابط ونتجول بالملتقى ونتبادل التواصل مع الشركات. بنفس الوقت كمان موجود هو تطبيق موبايل، كمان ممكن الاشخاص تقدر تحمل هذا التطبيق، بنفس الآلية رح ندخل ونتواصل مع الشركات. آليات التواصل مع الشركات هي متعددة، في منا تشات كتابي، في منا مكالمة فيديو، في منا حتى مكالمة صوتية، بالإضافة في عنا فقرة تانية اللي هي موضوع تعبئة سي في أو طلب التوظيف، موجود بأكثر من طريقة، بطريقة هي تابعة لمؤسسة الجمعية إدارة الموارد البشرية بأنه بطلب خاص بيتم تجميعه بالجمعية وبعدين توزيعه، الطريقة الثانية هي عن طريق الشركات اللي هي تايحة عملية الطلب الخاص فيها أو روابط خاصة فيها للتقديم، كمان متاح بالنسبة لنا، كل حساب شركة موجود معنا. كتير حلو ومميز هذا الشيء. بس سريعا قبل ما أنتقل إبراهيم، شو اسم التطبيق؟ اسمه ملتقى فرص العمل. طيب بدي أنتقل لك هلأ، اليوم نحن عم نحكي عن فكرة كتير مهمة، أنه الشركة تقدر تدور من خلالكم على شو المتطلبات من خلال السيفيات اللي موجودة، وبنفس الوقت الشباب اللي موجودين بيقدموا سيفياتهم وبيشوفوا الشركات شو بدها. ولكن بنعرف انتم بكل مؤتمر بتعملوه او ملتقى بيكون عم تقدموا ايضا عروض اضافية، هل في شيء ضمن هذا الملتقى للشباب عروض؟ طبعا
في مجموعة من الحسومات طبعا قدمتها المراكز التدريبية مشان تطور من مهارات وقدرات الشباب. بالإضافة طبعا انه هو الملتقى كثير مميز بما يخص التواصل المباشر، فهو حتى بالنسبة للطلاب الجامعيين بيعطيهم مهارات. هذا اللي بيسألك فيه عنه، يعني ممكن يكون في تواصل للشباب الجامعيين اللي لسه ما تخرجوا، ممكن يقدم لهم بعض الخطوات لتهيئهم بعد التخرج للدخول لسوق العمل؟ طبعا. وهي فرصة مباشرة لحتى يعني الشباب اللي لساتهم ضمن المرحلة الجامعية يقدروا يتعرفوا بشكل مباشر انه انا اختصاصي اللي رح اتخرج بعد سنة او سنتين منه مثلا، انه وين توجهات الشركات فيه، يا ترى شو المهارات لازم اشتغل عليها ضمن مرحلتي الجامعية مشان لما اتخرج كون مستعد تماما لسوق العمل. طبعا بالإضافة اكيد للورشات التدريبية اللي تتضمن اهم المحاور مثلا بما يتعلق بكيف تسوق لنفسك حتى يقدر مثلا يسوق لنفسه بطريقه صحيحه قدام الشركات، يقدر يبرز قدراته مهاراته. وهي طبعا شغلات ممكن يعاني منها الشباب باعتبار نحن شباب ومرينا فيها من قبل، فنحن يعني بنعرف انه ممكن يعانوا منها. اكيد. طيب استاذ حسام، خلينا نحكي عن الملتقى ضمن الواقع الافتراضي، شو اللي بيميزه؟ يعني كيف فيني انا اقول انه هو فعليا قدر يوازي الملتقى على ارض الواقع؟ الشخص لما يفوت على العالم الافتراضي للملتقى ممكن يعني يلاقي كل التفاصيل، يحس حاله فعليا موجود مشارك معكم. خلينا نعطي بعض المزايا لهيدا الملتقى الافتراضي تفسر للناس اكثر. يعني لما نقول عالم افتراضي دائما بيكون في خوف وتوتر انه لما اكون موجود لا الوضع بيكون مختلف، لا فينا نكون ضمن العالم الافتراضي كانه موجودين ضمن هيدا الملتقى. تماما. هو المبدأ العالم الافتراضي اللي تم بناؤه بالنسبة لاستضافة الفعاليات هو نحن نقدر نجسد الواقع المادي تمثيليا على أرض بالافتراض. الفكرة أنه متى ما دخلت أنا على هذا التطبيق أو الموقع أو وسيلة الاستخدام المتاحة، أنا راح أدخل راح لاقي نفس تمثيل الشركات اللي هو موجود على أرض الواقع بنفس الطاولات الموجودة بنفس التموضع بالنسبة لهم، نفس الإعلانات، نفس التفاعل. انا بلاقي بالافتراض استاسهل، يعني راح في حدا راح يعني في ازرار واضحه عندي راح حدا يضغطها راح ترشدني اني انا هون ممكن اتواصل. امن صحيح تماما. يعني بقدر برشد انه انا هون ممكن اقدم ارفع طلب التوظيف، هون ممكن انا اعمل محادثه تواصل. هي الوسائل المتاحه على العين مع الشخص بشكل اوسع. بنفس الوقت باسلوب هو عم يقدر يتحكم فيه، أنا المتحكم بسير عملي، أنا المتحكم وين بروح، بقدر بستعرض. ممكن يكون في شركات حتى في باب لعرض معلومات الشركات، ممكن أنا ما أقدر أوصل لمعلومات الشركة من باب المعلومات العامة عنا أو الفرص الوظيفية الموجودة أو هو التعريف بشكل عام عن الشركة، فكمان في باب هو لعرض معلومات الشركة، فأنا بقدر استعرض كامل تفاصيل الشركة اللي هي بتخدمني قبل ما أنا أروح ممكن أقدم سي في أو أقدم الطلب. وهي خطوة كثير مهمة ومستمرة، يعني أنت دائما عندكم مواقع على الانترنت للتواصل معكم. بختام حديثنا بدنا نشكركم ونتمنى التوفيق اكيد لكم ولكل الشباب الراغب انه يتوجه لحتى تكون جوب جيت هي بوابه العمل له. شكرا. شكرا لكم اكيد. بدنا نقول لكم يعطيكم الف عافيه، ويعطيكم الف عافيه على الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها. بنتمنى لكل الشباب اليوم يقدر فعليا يلاقي فرصه عمل تليق بمهاراته وقدراته، ويكون هيدا الملتقى بوابه لملتقيات اخرى تكون اوسع مش فقط في دمشق على مستوى المحافظات كلها. شكرا كثير. شكرا لكم.